هي حصلت يا ماما؟ حد عليا؟ وغزل دب ابو الحقين؟ قسما عظما من حسيبك. ماشي يا ماما. مين بيخبط؟ مين بيخبط؟ مين؟ مين؟ مين بيخبط؟ يا نهار اسود ده ابوكي. انا عارف انا عارف ان هو مش هيعدي كبة المية على السويت شيرت بتاعته. انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ هيطلقني يا غزل، هيطلقني. نعمل ايه دلوقتي؟ والله العظيم انا اسفه، هات السويت شيرت عنا حكولك. انا عارفه ان هي مضايقاك والله. انتي طلعي والنبي انتي والنبي انا اسفه والنبي والنبي يا محمد هات والله حكولك. البس غير البس غير والنبي يا محمد. انت عملتي ايه بالشهاده؟ جبت ثانيه الاولى. الاولى صح؟ الاولى. طب انت عايزه هديه ايه بقى؟ انا عايزه تلفون زي فيروز وجريم. تليفون؟ اه. نوع ايه التليفون ده؟ ايفون. وانت يا نادى عايزه ايه؟ انت تعبتي معاها كنت بتسهري وبتذاكري معاها. انا عايزاك راضي عني بس مش عايزاك حاجه. هتلاقي برضه تليفون. لا ارضى عني يا اخويا. عايزه تليفون؟ العين دي يا نادى عبد العين دي. بقول لك ايه؟ نعم. هاتي لي الشهاده بقى عشان لما اروح الشركه لاصحابي اقول لهم بنتي طالعه الاولى. بنتي طالعه الاولى. لا طالعه الاولى مش فين الشهاده نورت. عشان افتخر بيك يا حبيبتي. صح. تعالي ندور على شيرت. تعالي ندور على شيرت. انا بسرعه يا نادى. مش مهم. ضعف من الفرح. جيب لك التليفون يا غزل. ضعف من الفرح. اهربي يا غزل على الاوضه بسرعه. يلا يا نادى. نعمل ايه يا ماما؟ انا مش عارفه. هاتي الشيرت من اول دور كده. يا رب يا رب انا غلبانه وعبيطه. نعمل ايه دلوقتي؟ ازاي؟ يا رب ما ينفعش اللي هم الملحقين دول يطيروا في الهواء. يطيروا قبلها. كل ده بتجيب الشهادة ولا ايه؟ لا جبناها بس طلع لوحدك. مالك يا غزة؟ يا بابا طب في ايه؟ بابا طب ينفع تسمعني؟ مش مهم تشوف الشهادة. شهادة؟ سامحنا يا محمد. سامحني؟ سامحنا يا محمد. يا نهار اسود. دي الشهادة دي؟ معلش متكسرة شوية. ايه؟ ايه ايه؟ طالعة الأولى. لا والحيان؟ وحياة أمك ما تنطق. والنبي يا قلب ملحقين انت يا ام انت لا 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 روّد. انت يا ام لا 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 انت بتعلمي بنتك الشرب كمان. لا لا اسمع بس اسكت. بقول لك ايه؟ لا لا انت طالق. لا انت طالق. يا لهوي انت طالق. يا لهوي انا كده طالق. هقول لاصحابي في الشرب ايه دلوقتي؟ بنت قلب ملحقين يا نهار اسود. لا دي طالق بره يا محمد. دي طالق بره. بقول لك ايه يا ندى؟ ما ينفعش نرجع تاني لبعض. اروح الشغل وارجع ما لعكيش في البيت. طب بابا ايه فعلا؟ ماشي يا نهار اسود. عايزه تليفون؟ ها ده انا هعملك تليفون. لا خلاص بالله. ماشي يا نادر. يا محمد انت يا ام انت 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 تنزلك بره. انت يا ام فاشله. البيت فاشله. خلاص ما ينفعش ترجعتني البار. الحين يا غزل ابو طلعني للمره بتاعتي يا غزل. أنا من كتر العنطازة فكروا جيبي محفظة وما يعرفوش إن أنا فهمان دول طلاب في المدرسة مثلت إن فلوسي راحت
اختفوا واحد ورا واحد. الله، انت بتغني يا محمود؟ شاب شاي ابو غزل، هتستظرف ولا ايه؟ بقول لك ايه، في العماره هنا تخليك في حالك ومالكش دعوه بسكان العماره ولا تتكلم مع حد خالص، فاهم؟ وبنت غزل لو شفتها وكلمتها تاني قسم البلال علقك. شايف البوابه دي؟ مالها؟ علقك قدامها. ماشي؟ علقني على البوابه ديت انا. علقك انت. ماشي. ركز في عمارتك. هات لي نفسك بس. لم زبالتك وسيب السلالم. ماشي يا ابو غزل، شاب شاي يا ابو غزل. ما عندكش دم؟ طف علينا ده ولا ايه؟ هيرجع علينا. شبكة كوت ابو الليل. يا لهوي ابوكي طلعني 3 مرات. اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. هو كده بابا مش هيجيب لي تليفون؟ بس اقول لك على حاجه، بابا قال لي هيعمل لي تليفون. انت مبسوطه؟ أيوة. انت عبيطه يا غزل، ابوكي طلعني بالثلاثه، ابوكي بيقول لي ان انا بعلمك الكذب. انت بتهزري كده؟ مش ابوكي وامك مش هيعيشوا تاني مع بعض يا غزل؟ انت فرحانه بقى بالتليفون؟ ماما انا افتكرت حاجة. افتكرتي ايه يا حبيبي؟ وانا جاية ماما طالعة البيت، هو قال لي عمو محمود سألني، قال لي هو انت جبتي النتيجة؟ قلت له اه. قال لي جبتي كام؟ قلت له جبت 1.5. يا نهار اسود، هو انت مش عارفة ان عمو محمود البواب شغلانته الوحيدة توصيل الكلام؟ ما بيعملش حاجة غير لو قلت له كلمة يوصلها لسكان العمارة كلها والشارع اللي قدامنا والشارع اللي ورانا. يا غزل حرام عليك، يا غزل حرام عليك، يا غزل طلعتيني يا غزل. نسيت يا ماما ام محمود ده خالص. لما اكلم ماما اشوف هتصرف ازاي. استني. الو الو. ايوه يا ندى يا حبيبتي، عامله ايه يا بنت؟ العين يا ماما، انا اتطلقت للمره الثالثه. اتطلقتي؟ ايوه، قال لي روحي بيت امك وانا مش عارفه اتصرف ازاي. هو قال لك كده روحي بيت امك؟ ايوه يا ماما. عارفه طلعني بسبب ايه يا ماما؟ بسبب ايه يا بنتي؟ غزل جابت ملحقين، قلت لها يا حبيبتي هنكدب على بابا كدبه بيضه، وقلت لها هنخش الملاحق وننجحوا. انا نازل تحت عم محمود البواب، وانت عارفه بيوصل الكلام، قال له ان غزل طلع ملحقين وانا مش عارفه اتصرف ازاي. انا بيتي اتخرب. طلع بقى رمى عليكي يمين الطلاق عشان البنت جابت ملحقين، صح؟ ايوه ايوه، انا مش عارفه اتصرف ازاي. بقولك ايه يا بنتي يا ندى، تسمعي الكلام اللي هقولك عليه ده بالحرف الواحد. قولي يا حبيبتي. قولي يا ماما. بصي يا بنتي، انت شقتك ما تسيبيهاش. ازاي يعني؟ ده قال لي اجي ما الاقيكيش في البيت. يا عبيطه، الشقه من حق الزوجه يا عبيطه. بجد؟ ايوه طبعا، ملهوش حق ان هو يطلعك بره الشقه او يطردك منها. تمام. وبعدين هتعملي ايه؟ تمسكوا شنطه هدوم وترميها له بره على باب الشقه. يا نهار اسود، انت عايزه نعمل كده مع محمد؟ ده كان فقعني علقه يا ماما. يفقعك علقه وانت هتربسي الباب يا حبيبتي، واي حاجه لو عملها لك هتتصلي بيا وانا هاجي لك هوا. ده صوته عالي قوي يا ماما. صوته عالي ايه يا بنتي؟ ما انا قلت لك يا بنتي بضب وشه ما بيضحكش. قلت لك هتتجوزيه ازاي ده يا ندى؟ قلت لي يا ماما شعره حلو. ما هو كان شعره حلو بجد يا ماما، انا ما بكدبش. شعره الحلو ينفعك يا حبيبتي؟ كل شويه يمين طلاق يمين طلاق على الهايفه. ماشي يا ماما، انا هسمع كلامك ومش هسيب بيتي. بقول لك عليه، شقتك ما تسيبيهاش، وتربسي باب الشقه ما تفتحوش، ولو جه خبط قولي له مش فاتحه لك ولا ما ترديش خالص، فاهمه؟ حاضر يا ماما، لو اي حاجه هكلمك على طول. كلميني وطمنيني عليك على طول يا بنتي يا ندى. ماشي يا ماما. خليكي جامده يا بنتي كده وقويه عشان يعرف قيمتك. يا ربيتي. سلام. طيب يا ماما. يا ماما والله لا انزل لعم محمود البواب ده، مش هسيبه يا ماما، والله لا اخدعه. بص بقى البتنجان النهارده طازه ازاي، هعمل لك احلى بقى مسقعه هتحلف بيها كده. انت جايبه ازاي كده؟ فهميني. ماله يا محمود؟ مفيش شنطه تخبيها من عيون الناس، الناس هيقولوا علينا ايه؟ كل يوم ياكلوا بتنجان بتنجان بتنجان. ها
هيحسدونا. الحسد يا بنتي مذكور في القرآن. يا محمود انت ما بتفهميش ولا ايه؟ الراجل مرضاش يديني كيسة يا محمود. يعني ايه مرضاش يديني كيسة؟ مرضاش عشان ناكله بتنجان زي الناس يا بنتي. هأكلك النهارده الساقعة بتاعت زمان يا بنتي، كنت بشمها وانا في البلد يا بنتي. سيبها على الله يا محمود. يا حبيبتي ما تصدقيش، يعني انت بتحبني يا محمود؟ قالك عني كلام. اقعد يا محمود. ده عايزنا نكون اخصام.